السلام عليكم شباب سنة أولى بحرية، معاكم الدكتور محمد عبد الرزاق. هنكمل الجزء الخاص بعمليات اللحام أو الويلدنج بروسيسز. النهاردة هنتكلم على عمليتين جداد، يمكن ما كانش عندكم فكرة عنهم في إعدادي. العملية الأولانية اللي هي الساو السبميرجد أرك ويلدنج أو اللحام بالقوس المغمور، والعملية التانية اللي هي resistance welding اللي هي لحام المقاومة. تمام، طيب تعالى كده نشوف مع بعض. لحام الساو اللي هو submerged arc welding اللي هو الساو، تمام، اللحام بالقوس المغمور. وكلمة مغمور دي كلمة مقصودة. ليه مقصودة؟ لأن في الحقيقة لو بصينا للconstruction أو البرنسبل او الارنجمنت بتاعت عمليه الساو او السبمرجد ارك ويلدنج، هنلاقيها بيكون عندي الكترود اللي هو باللون الاخضر دوت. تمام، الالكترود ده بيمر فيه التيار الكهربي. تمام، وفي اخر الالكترود بيتكون ارك. الارك ده او القوس الكهربي بيبتدي يرفع درجه حراره الالكترود بحيث ان هو ينصهر ويبتدي يملى فراغ اللحام، يبتدي يملى فراغ اللحام اللي موجود عندي. تمام، واضح. طيب ليه سموه سبميرجد او مغمور؟ لان لو بصينا في الجزء اللي هو الاورنج دوت هنلاقي دي عبارة عن قناة. خلاص، القناة ديت بيعدي فيها حاجة اسمها الفلكس أو مساعد الصهر. مساعد الصهر دوت بينزل على شكل جرانيولز. جرانيولز يعني حبيبات كبيرة. الحبيبات دي بتغطي منطقة اللحام، بتعمل بلانكت. بلانكت يعني زي بطانية كده. تمام، البطانية دي عبارة عن جرانيولز أو حبيبات من الفلكس أو مساعد الصهر. الحبيبات دي بتعمل إيه؟ بتغطي منطقة اللحام بالكامل بما فيها الالكترود، يعني كمان بتغطي الالكترود. وبالتالي الارك او القوس الكهربي بيبقى سبميرجد. يعني ايه سبميرجد؟ يعني مغمور. يعني ايه؟ يعني موجود تحت البلانكت او تحت الجرانيولز او تحت الفلوكس. خلاص، اللي موجود عندي مش باين. تمام، يبتدي يصهر الواير اللي هو الالكترود، ويصهر الفلوكس، ويصهر البليت اللي انت عايز تلحمه. وبالتالي بيبتدي يلحم الفراغ اللي موجود عندي ما بين التو بليتس اللي موجودين قصادي. تمام، وفي نفس الوقت الفلكس بينصهر. فلما بينصهر، تمام، بيتحول لخبس باللون البنفسجي. اللون البنفسجي ده عبارة عن خبس. الخبس ده بعد عملية اللحام بيبقى مطلوب مني ان انا ايه، ان انا اكسره واتخلص منه بحيث يتبقى معدن اللحام اللي هو باللون اللي موجود قصادي هنا، اللي هو اللون الايه، الاورنج اللي موجود قصادي هنا اهوت. هي دي فكره الايه، السبميرجد ارك ويلدنج. دايما الفراغات اللي بيملاها معدن اللحام في السبميرجد ارك ويلدنج، تمام، او اللحام القوس المغمور، بتبقى فراغات حجمها كبير قوي. بمعنى اخر بيبقى سمك اللوح كبير، ممكن يوصل ل 25 ملي بوصة، وممكن يبقى أكتر من كده، وممكن يبقى أكتر من كده. تمام، وبالتالي السبميرجد أرك ويلدنج من ضمن العمليات المهمة جدا جدا في لحام السمكات الكبيرة. السمكات الكبيرة، السمك الكبير، ماشي، لما يبقى سمك اللوح اللي موجود عندي 25 ملي، يعني واحد بوصة أو أكتر من كده، ابتدي الحمه بالسبميرجد ارك ويلدنج. تعالوا كده نبص تحت في الرسمه اللي تحت دي. ادي الالكترود، بيبتدي القوس الكهربي يصهر الالكترود. تمام، وفي نفس الوقت القوس الكهربي متغطي بالفلكس اللي هو باللون الاسود ده، فالفلكس كمان هينصهر، مولتن فلكس اهو. تمام، وطبعا الفلكس جاي من الانبوبه دي، بيغطي منطقة اللحام. تمام، بيسبق الالكترود وبيغطي منطقة اللحام. بعد كده بيبتدي المعدن ينصهر والفلوكس يغطي سطح المعدن
عشان يحمي سطح المعدن من الأكسدة، بحيث إن في الآخر يتكون لي ساوند ويلد ميتال. ساوند ويلد ميتال يعني ويلد ميتال سليم من أي عيوب. تمام، هنا الراجل دوت بيلحم ماسورة، ماسورة كبيرة قوي وسمكها كبير قوي، تمام، مش أقل من بوصة، بيلحمها بالسبميرجد ارك ويلدنج. وطبعا السبميرجد ارك ويلدنج دي عملية بتتم بطريقة اوتوماتيك، بتتم بطريقة اوتوماتيك خلاص، يعني المكنة بتتحرك ريلاتيف للورك بيس، او الورك بيس بتتحرك ريلاتيف للمكنة بطريقة اوتوماتيك. تمام، التغذية بتاعت الالكترود برضو بتتم بطريقة اوتوماتيك، التغذية بتاعت الهوبر او بتاعت الفلكس بتتم برضو بطريقة اوتوماتيك. الاكويبمنت اللي موجودة عندنا، تعالوا كده نشوف الاكويبمنت. هنلاقي البكرة بتاعت الالكترود اهيت، دي الريلو فاير عبارة عن واير، تمام. بلاقي الكارج اللي بيتركب عليها البكرة وبيتركب عليها الهوبر اللي فيه الفلاكس، اللي بنحط فيه الفلاكس او المادة اللي هي مساعد الصهر، اللي هو عبارة عن حبيبات او جرانيولز، تمام. والكنترول بتاعها بتاع الكارج اهوت، تمام. بالنسبة لمصدر التيار الكهربي، يبقى في عندي كنترول بانل، ترانسفورمر وريكتيفاير، وفي الكيبل بتاع الباور، تمام، واضح. دي وحدة الباور والتحكم، دي وحدة الباور والتحكم، تمام، اللي هي بتديني القوس الكهربي، اللي بتديني القوس الكهربي. في الجرانيوليتد فلاكس اللي هو عبارة عن حبيبات زي ما احنا شايفين، يبقى عبارة عن يعني حبيبات خلاص بتيجي في باكج كده اهوت، وموجوده عندي. ده شكل الحبيبات اللي هي تبقى عباره عن الفلوكس اللي بيغطي منطقه اللحام وبيحميها من الايه، وبيحميها من الاكسده بفعل الهواء الجوي. طبعا العمليه دي بتتميز ان هي بتديني كونستنت ارك لينث. يعني ايه كونستنت ارك لينث؟ يعني طول القوس ثابت، وبالتالي طالما طول القوس ثابت فبالتالي درجة الحرارة بتبقى ايه؟ بتبقى منتظمة، درجة الحرارة بتبقى منتظمة، تمام؟ واضح؟ بيبقى فيه سيلف ريجوليشن داخل السيستم بيديني كونستنت ارك لينث، طول قوس كهربي ثابت، تمام؟ وبالتالي ما بيأثرش حركة الايه؟ الالكترود، الفيرتيكال موفمنت بتاعت الالكترود. مش محتاجين مهارة عالية في الأوبريتور أو العامل اللي شغال، سهلة في التعليم والتنفيذ بالنسبة للعمال. طبعا دي العلاقة ما بين الايه، ما بين الفولت والتيار، علاقة خطية ما بين الفولت والتيار. بلاحظ ان مع الفولت العالي بحتاج تيار قليل، ومع الفولت القليل بحتاج تيار عالي، تمام، بحيث دايما دايما بيبقى الباور، الباور الالكتريك باور ثابته، وبالتالي كميه الحراره اللي داخله لمنطقه اللحام كميه ثابته. ودوت شبيه بعمليه الجماو، كان فيها نفس الميزه ديت. عمليه الجماو اللي احنا درسناها المحاضره اللي فاتت كان فيها نفس الميزه ديت. طيب بيستخدموه في ايه السبميرجد ارك ويلدنج؟ قلت لك بيستخدموه في لحام السمكات الكبيره، في لحام السمكات الكبيره اللي هي الالواح ذات السمك الكبير، ممكن تبتدي من 25 مللي وانت طالع، ممكن تبقى اكتر، ممكن تبقى بوصه، 2 بوصه، تمام، واضح. السمكات الكبيره برضو بيستخدموها في السيرفيسنج بروسيسز، يعني في المعالجه السطحيه للمنتجات، في المعالجه السطحيه للمنتجات. لو عندك مثلا درفيل، او عندك روتور، او عندك عمود الرفاص بتاع المركب، ممكن اعمل له معالجه سطحيه باستخدام السبميرجد ارك ويلدنج. ايه هي المميزات بتاعتها؟ هاي ديبوزيشن ريت، يعني بتدي معدل صهر عالي. ديب بينتريشن، بتعمل تغلغل عالي في الالواح اللي انا بلحمها، وده بيدي متانه وقوه لوصله اللحام. ميكانيزد بروسيس، يعني بتتم بطريقه اوتوماتيك، تمام، ممكن ممكن انقلها في اي مكان، تمام، واضح، سواء في الموقع او خارج، في موقع مفتوح او مقفول، تمام. ممكن نستخدمها في المساحات الكبيره لو احنا عايزين كميه معدن كبيره في منطقه اللحام. طبعا مناسبه جدا للعامل او للعمال
بتبقى من العمليات اللي هما بيتوافقوا معاها بصورة جيدة. تمام، مشكلتها بقى ايه؟ الليميتيشنز بتاعتها ان هي ما بتتمش غير في اوضاع الاوضاع الفلات او الهوريزونتال بس. يعني ايه؟ يعني الاوضاع اللي هي بتبقى فلات، يعني وضع ارضي او وضع افقي، هي دي اوضاع اللحام اللي هي مناسبة لهذه الطريقة. تمام، السيت اب تايم بتاعها، التجهيزات بتاخد وقت طويل، التجهيزات بتاخد وقت طويل. تمام، محتاج بوزيشننج اكويبمنت، زي ان انا مثلا اكون محتاج ريل. ريل يعني ايه؟ يعني قضيب يمشي عليه المكنة بتاعة اللحام. تمام، برضه من ضمن العيوب ان انا مش شايف الارك، من ضمن العيوب اللي انا مش شايف الارك او القوس الكهربي، فدوت بيخليني ما اقدرش اعمل مونيتورنج للعمليه بصوره كامله. اخر حاجه السلاج ريموفل اللي هو الخبث، بحتاج ان انا اشيل الخبث بعد العمليه، ودي بتبقى اكتيفيتي اضافيه بحتاج اعملها، فدي برضو من ضمن الليميتيشنز او العيوب اللي موجوده في هذه العمليه. دي مقارنة ما بين العمليات الارك ويلدنج كلها، كل عمليات اللحام بالقوس الكهربي، دي مقارنة. تمام، ما بينها هنلاقي على حسب الويلد ميتال كواليتي، على حسب الانتاجية، على حسب الكواليتي او الجودة، على حسب الانتاجية، على حسب الاستخدام، على حسب معدل الصهر، على حسب الكفاءة، على حسب التكلفة بتاعة مكنة اللحام. تمام، كل نوع من انواع اللحام اللي احنا درسناهم ماشي، واضح فيها الايه المقارنة، ممكن تراجعوها هتلاقيها مقارنة جميلة جدا، بيقارن ما بين الجماو احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت، والجتاو برضو شرحناها المحاضرة اللي فاتت، والساو شرحناها المحاضرة ديت. خلاص، مقارنة جميلة جدا جدا وشاملة، هتساعدك انك تستوعب الجزء دوت كويس وتراجع عليه كويس. بالنسبة للسماو، السماو انتوا درستوه مع الدكتور اسماعيل السنة اللي فاتت في اعدادي. تمام، السماو اللي هو لحام القوس الكهربي العادي، تمام، درستوه مع الدكتور اسماعيل في السنة اللي فاتت في اعدادي. اما الجماو والجتاو والساو درسناهم مع بعض في الترم دوت، الجماو والجتاو درسناهم المحاضرة اللي فاتت، والساو درسناهم في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. ده سمري للجزء بتاع الارك ويلدنج والعمليات بتاعة الايه الارك ويلدنج اللي احنا درسناها مع بعض. دلوقتي يا شباب هنشوف عملية تانية اللي هي عملية الريزيستنس ويلدنج او لحام المقاومة، لحام المقاومة الكهربية. طبعا في لحام المقاومة الكهربية بنحصل على الحرارة، تمام، من خلال ان احنا بنمرر تيار كهربي عالي قوي من خلال الورك بيس اللي انا عايز الحمها لمدة زمنية صغيرة. كمية الحرارة اللي انا اقدر ان انا ادخلها لمنطقة اللحام حسب من المعادلة اللي موجودة عندي، ال H اللي هي ال total heat input بالجول، دي ال heat بتاعتي، وال I اللي هو التيار الكهربي بالامبير، وال R اللي هي المقاومة الكهربية بتاعت اللحام بتاعت منطقة اللحام، وال T اللي هو الزمن امرار التيار الكهربي. خلاص، بالثواني، طبعا بيبقى لمدة ايه؟ بضع ثواني، لمدة بضع ثواني. تمام، يعني المعادلة H بتساوي I squared مربع التيار في المقاومة في الزمن بالثواني، في الزمن بالثواني. دي الدايرة بتاعت لحام المقاومة الكهربية. لو جينا بصينا هلاقي في عندي مصدر للتيار الكهربي متردد، تيار كهربي متردد، تمام، وفي ترانسفورمر علشان يعمل زيادة في قيمة التيار اللي داخل للوصلة، تمام، عشان يديني تيار عالي. تمام، في تايمر، التايمر ده ايه وظيفته؟ ان هو يخلي التيار
يمر لفترة زمنية معينة، ثواني، ثواني محددة، خلاص. وفي نفس الوقت بيضغط على البريشر، بيدي إشارة للبريشر سلندر، خلاص، تضغط على الالكترودز اللي موجودة عندي، التو الكترودز دول يضغطوا على الورك بيس عشان تتم عملية اللحام بالمقاومة الكهربية، خلاص. فلحام المقاومة الكهربية بيبقى فيه حاجتين: حرارة جاية من التيار الكهربي العالي قوي، والحاجة التانية اللي هي الضغط، بريشر، ميكانيكال بريشر، بيضغط على الوصلة علشان تتم عملية اللحام بأعلى كفاءة. ده شكل الوصلة بتاعت اللحام. طبعا دي اسمها الويلد ناجت. الناجت دي او الويلد ناجت دي هي عبارة عن الجزء المنصهر من الوصلة بتاعت اللحام. انا عندي فيه لوحين بلحمهم مع بعض، اوفرلاب جوينت او بيسموها لاب جوينت. اللاب جوينت دي بلحم لوحين مع بعض بالمقاومة الكهربية، تمام. ده توزيع درجة الحرارة زي ما احنا شايفين. اعلى درجة حرارة عند الويلد ناجت، ليه؟ علشان بيحصل انصهار، تمام. تبتدي درجة الحرارة تقل تدريجيا من خلال الورك بيس ومن خلال الالكترود، خلاص، لحد ما يحصل تبريد كامل للالكترود عن طريق كولينج ووتر او تيار من المية بيعدي جوه الالكترود علشان يعمل عملية تبريد للالكترود. الالكترود ده ممكن يبقى من النحاس، تمام، ماشي، فبيسخن، فعلشان ما يتأثرش بدرجة الحرارة العالية لازم نعمل له تبريد. بنعمله تبريد عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنمرر تيار من المية جوه الالكترود عشان يعمل تبريد مستمر ولحظي للالكترود بتاع مكنة الريزيستنس ويلدنج. ده توزيع درجة الحرارة اثناء عملية اللحام بالمقاومة الكهربية. هنا ده بقى توزيع التيار والضغط اللي هما العنصرين الاساسيين في عملية اللحام بالمقاومة الكهربية: التيار والضغط. في البداية بيبقى فيه بريشر بيوصل لليمت معين اسمه الكلامبينج بريشر، بيعمل عملية تثبيت للوصلة. في نفس اللحظة بدي الويلدنج كارنت اللي هو التيار بتاع اللحام، تمام، اللي هيعمل لي انصهار في الوصلة. بعد كده بوقف التيار وارجع ازود البريشر لدرجة اسمها الفورجينج بريشر اللي هو بيعمل عملية الكبس. وفي نفس الوقت بمرر بوست ويلد هيت كارنت، تيار صغير، علشان تتم عملية اللحام بالكامل وتأخذ الوصلة المقاومة بتاعتها والترابط بتاعها. بعد كده بوقف الضغط وبتنتهي عملية اللحام اللي موجودة عندي. ده شكل وصلة اللحام الناجت اهيت. لو انا اخدت قطاع في الوصلة، ده اللوح اللي فوق وده اللوح اللي تحت، ده البليت اللي فوق وده البليت اللي تحت، مربوطين مع بعض بوصلة لحام المقاومة الكهربية اللي هي بنسميها الويلد ناجت، تمام، الويلد ناجت اللي هي وصلة اللحام، خلاص، ما يسمى بالسبوت ويلدنج، لحام النقطة، اسمه لحام النقطة، تمام. وده شكل الوصلة. طبعا واضح ان هي قوية جدا، لو انا حاولت افكها بلاقيها مش بتتفك معايا، بلاقي البيز ميتال هو اللي بيتفك، تمام. ده شكل السبوت ويلدنج ماشين، ريزيستنس سبوت ويلدنج ماشين. دي شغالة 3 فيز، الكهرباء بتاعتها 3 فيز، تمام، شغالة بضغط الهواء، تمام، شغالة بطريقة الكترونية عن طريق تحكم الكتروني، تمام، مكنة حديثة مستخدمة في لحام
السبوت ويلدنج او لحام النقطه، او لحام النقطه. دي عمليه تانيه اسمها السيم ويلدنج. السيم ويلدنج اللي هي لحام الخط، لحام الخط او اللحام الخطي، تمام؟ بدل ما كنت بلحم على نقطه واحده بلحم على خط. يعني دي الورك بيس اهيت عباره عن لوحين، تو بليتس، وفي تو ويلز. الويلز دي بتلف وفي نفس الوقت بتعدي الورك بيس، بتتلحم، بتعمل لي خط لحام، بتعمل لي خط لحام مش نقطه، لا بتعمل خط، تمام؟ واضح. هذه صوره اخرى من صور لحام المقاومه الكهربيه، تمام. في عندنا البروجكشن ويلدنج، بيبقى عندي في بروجكشنز في احد اللوحين، في لوح منهم في بروجكشنز واللوح الثاني ما فيهوش. ابتدي بضغط اللوح الاولاني على اللوح الثاني، بيحصل اللحام في الاماكن اللي فيها البروجكشنز، في الاماكن اللي فيها البروجكشنز، تمام. بيتولد الويلد ناجتس اللي احنا قلنا عليها قبل كده، تمام. طبعا ده قبل اللحام وده بعد اللحام، ده قبل اللحام وده بعد اللحام. ايه هي مميزات لحام المقاومه الكهربيه؟ اولا هو من العمليات السريعه جدا، تمام تمام. كمان ممكن نقول ان هو ممكن اعمله فولي اوتوميشن، يعني ممكن اخليه اوتوماتيك بالكامل، تمام. ما بيستخدمش ماتيريالز كتيره، ما بيستخدمش مواد خام كتيره، لان انا مش محتاج فيلر ميتال، مش محتاج شيلدنج جاز، غازات خامله، مش محتاج فلاكس، مش محتاج اي حاجه من الحاجات دي. ما بيحصلش ديستورشن او تشوه في الوصله بتاعه اللحام، مش محتاج مهاره كبيره في العامل. ممكن الحم بيها ديسيميلر ميتالز، يعني معادن مختلفه، يعني مثلا ممكن الحم نحاس مع الومنيوم، او نحاس مع حديد، او حديد مع الومنيوم، تمام. برضو الموثوقيه بتاعتها والتكراريه بتاعتها جيده جدا وبصوره بكفاءه عاليه جدا. العيوب بتاعت الريزيستنس ويلدنج او لحام المقاومه، ان الاكويبمنت او المكن بتاع لحام المقاومه التكلفه بتاعته عاليه شويه، التكلفه بتاعته عاليه شويه، تمام. كذلك برضو السمكات، السيكنس بتاع الماتيريال، السمك بتاع الورك بيس محدود، ما يزيدش عن 6 مللي، ما يزيدش عن 6 مللي، تمام. وفي الغالب نوع الوصله بيبقى لاب جوينت، نوع الوصله بيبقى لاب جوينت، تمام. فدي برضو من ضمن العيوب، احنا ما يعني اللاب جوينت فيها مشاكل، فيها مشاكل ان وزنها بيبقى تقيل وبتبقى يعني شكلها يعني مش مستحب، تمام. كذلك برضو ان انا علشان اعمل عمليه اللحام لازم اعمل كونتاكت من الناحيتين، مش من ناحيه واحده زي كل عمليات اللحام، لا لازم اعمل كونتاكت من الناحيتين، من فوق ومن تحت، تمام. كذلك برضو محتاجه صيانه، محتاجه عمال صيانه بكفاءه عاليه جدا علشان الكنترول سيستم بتاع المكنه، تمام. كذلك برضو في بعض المعادن، في بعض المعادن بتحتاج تحضير للسطح قبل عملية اللحام، يعني بتحتاج نوع من عمليات التنظيف، كليننج او تنظيف للسطح قبل عملية الايه يا شباب، قبل عملية اللحام. كده نبقى احنا خلصنا عمليات اللحام اللي هي مقررة علينا في هذا الترم. وزي ما لاحظنا ان هي عمليات لحام جديدة، ما كانش عندنا فكرة عنها قبل كده في اعدادي، تمام. هي دي الاضافه اللي احنا بنقدمها في الكورس بتاعنا الترم دوت لسنه اولى بحريه وسنه اولى ميكانيكا. شكرا جزيلا لكم ونشوفكم على خير ان شاء الله.